خلونا نعرف جولة أو ناخد جولة كده مرورية مع بعض، نعرف أخبار المرور إيه هي، ونستعرض مع بعض كده الأحوال عاملة إزاي في المناطق المختلفة في مصر. وخلونا نبدأ جولتنا المرورية ونبتدي بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة في الوقت الحالي، مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم فهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، أما لو رحنا عند كوبري الجلاء فهناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لغاية العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري نفس الأمر على كوبري المطارية للي قادم من الكابلات. بيشهد كمان نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ولميدان الأوبرا والعكس صحيح. كمان ظهر انتظام لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة بقى لطريق الأوتوستراد ففي اللي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم هيكون فيه سيولة مرورية، وبتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد، ومن قصر النبي لغايه القصر العيني بعض الكثافات بمحور النصر لغايه المنصه وشارع عباس العقاد والطيران واماكن غلق الاشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. ناخد بالنا ان في غلق كلي لشارع الروضه بحي مصر القديمه للبدء في اعمال المترو ضمن المرحله الاولى للخط الرابع للمترو. تم كمان عمل مجموعة من الطرق البديلة للقادم من الجيزة كوبري عباس ومتجه للملك الصالح بيسلك أو يسلك شارع عبد العزيز السعود مرورا ثم لشارع الملك الصالح استكمال الطريق القادم من الملك الصالح. كمان المتجه للجيزة وكوبري عباس بيسلك شارع متحف المانيال ثم شارع عبد العزيز السعود واستكمال الطريق. أكدت إدارة مرور القاهرة أن جميع الشوارع المذكورة هتكون اتجاه واحد في اتجاه التحويلة، ممنوع السير عكسي وممنوع الانتظار فيها لحين الانتهاء من الأعمال. في الجيزة بقى هنلاقي مع بعض في شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات وبتبدأ تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين لحد الطلبية، كمان المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لغاية العشرين. بالنسبة بقى لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة من وإلى محور ميدان لبنان، أما المتجه لأكتوبر فهيكون في سيولة مرورية. نروح لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فبتظهر كثافات مرتفعة للي جاي من أكتوبر أو من كوبري فيصل، وبتظهر كثافات كمان على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، وبيفضل التوجه لمحور عرابي. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وبتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا للإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وكمان شارع النيل السياحي شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي، ده بسبب طبعا الإصلاحات. ناخد بالنا ان الطريق الدائري القادم من المنيب في عمليه غلق لمده شهر بدايه من يوم الجمعه اللي فاتت، وفي تحويلات مروريه اتعملت للمتجه من المريوطيه كمان المتجه للطريق السياحي، فناخد بالنا كويس قوي. خلونا نروح بقى لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لغاية جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. هناك كمان سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا المرورية ونروح بقى للإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 9. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من محافظة القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت.
دي كانت جولة المرور في المحافظات المصرية. خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع بعض جولة سريعة عن أحوال الطقس. فالنهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل صباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 30 درجة، وأقل درجة في مطروح 26 درجة، أسوان العظمى فيها 37 درجة. هنتابع معكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.